من عقود أمن ونظافة وصيانة وتدريب حتى يتم تعميم نظام التأمين الصحي. وكل سنة نخش على مستشفى بوحداتها. خلال 4 سنوات هنلاقي أتليست 50% من المستشفيات بالوحدات في كل المحافظات بقت مختلفة تماما. خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير هندشن أول 7 مستشفيات نموذجية. إحنا عندنا 30 مستشفى في 27 محافظة و125 وحدة في 27 محافظة. عشان كل أهلنا في كل المحافظات يحسوا إن في بارقة أمل للإصلاح الصحي. ما يسمعش بس إنه في مكان تاني وهو مش شايف حاجة. إحنا مش هنقدر ولا ندعي إن أنا هقول هصلح كل المستشفيات والوحدات مرة واحدة. إحنا في وزارة الصحة أكتر من 560 مستشفى و5339 وحدة. مش هقدر أصلح ده كله. وقت واحد صحيح؟ لو إصلاح في البنية التحتية ده سهل. لكن توفير قوى البشرية وتدريبها فيه شوية تحدي. لكن يهمني ان كل محافظة يبقى فيها سنويا مستشفى جديد. احنا المستشفى النموذجي خصائصا ان انا مش هبني جديد. ده هي اللي موجود. اللي موجودة بتطوريها. تشغيل. تطوير تشغيل. خلينا نركز. تشغيل عقود امن ونظافة وصيانة وتغذية وحدائق وتدريب للقوى البشرية. مش شرط تكون المستشفى شكلها مبهر من بره ومن جوه نظيفة. نظيفة صحيح. حتى الاشغالات اللي في السور وكل ده بنشتغل عليه علشان نرجع شكل المستشفى ونربطها بالوحدات الصحية اللي في المنطقة كمستشفى مركزية وحدات تابعة لها.